قبل إعلان نتائج شهادة البكالوريا خوف وقلق يعم التلاميذ، تابعوا معنا. ولادي في زوج جابوهم الله يبارك، واحد جابو 14 واحد جابو 17 بالبركه عليهم كامل. مبروك عليك يا فرحة شغل لا توصف يعني، ما قريت كنت على بالي مي تعبت يعني عام كامل وانت تعبت. وي تعبت شوية صافا الحمد لله. درت دروس خصوصية؟ درتها باينة بيان سور. يعني ككلمة اللي تقولها لأمك بين مناسبة هذا اليوم؟ يعطيك الصحة يما، والله غير الفرحة هذه ناديها لك يما، وبارك الله فيك. زملائك اللي ما جابوش البكالوريا؟ معليش خوتي العام الجاي إن شاء الله وربي يوفقكم كامل إن شاء الله. هذا باك برك ماشي ما طاحتش السما، وان شاء الله ربي يوفق جميع التلاميذ وجميع الاساتذه، وان شاء الله ربي يوقف مع جميع الاساتذه يوقفوا معنا ويعطيكم الصح. الحمد لله يا ربي وديتو طونسبار 50 صافا لونغ اسبانيول، ولي ما داش ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ما فيها والو كيما هذا العام كيما العام الجاي. اليما يهدي ولي ليا ثاني صاحبي باينة. لا جورناليزم انجلي وزريعة ان شاء الله. صح الحمد لله بنتي جابت الباك، لاقوا ما شاء الله اللي ما جابوش، وشنو انا بنتي لا دوزيام فوا عاودته ما جابتوش عام اللي فات. عفتي معاها يعني؟ شوفي نقول لك حاجه نكذب عليك، كنت نحفظ معاها وكنت نقرا معاها ما نكذبش عليك، سهرت 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 والحمد لله لاقوا ما شاء الله اللي ما زالوا. يا ربي تعيشوا ربي يحفظكم وتحيه للجزائر تعيشي. الحمد لله مبروك علينا جبنا الباك و لا قبل من النجاحات، ما كانش ساهل ما كانش صعيب، وان شاء الله ان شاء الله قاعد يجيبه ان شاء الله العام الجاي اللي ما جابوش ان شاء الله العام الجاي. باك ساهل يصير في باك تقرا وتبدا المجهود شويه، ماشي بزاف باش تجيبوا 17 من 10 سهله. نار كانت ردت فعل غير متوقعة تاع الصح، فرحت تخلطوا شويه المشاعر بديت نبكي بديت شويه، ونار فرحت شي لا توصف والله، ماذا بيا كاع الناس يجيبها. شي تري كونتونت يعني تعبتي هذا العام يعني بيان سور باوي كنت كي فاتيكي.
كيفاش جبتوا ستريس؟ سي انورم، سي ان ستريس كبير. الحمد لله عقوبه لكاع الناس ان شاء الله، نتمنوا لكاع التلاميذ اللي عقبوه يجيبوه. شوي تري كونتون، انا قريت في هذا الليسي وبنتي جابتو في هذا الليسي وليدي جابو ثاني، الحمد لله جو سوي تري كونتون. يعطيكم الصحه، ميرسي. واش حابه ديري؟ قولي لها سي فو. مازال مومون سافوري النجاح هذا، الفا لو سافوري وتفرح به، ومن بعد اون فيغا كيس كيل فا فيغ سا ديبون. ميرسي. واش وصفك لهذا اليوم؟ نعم، هذا النهار كيفاش راكي تبكي؟ فرحه. فرحه جامي فرحت كيما اليوم، ما نكذبش عليك، فرحه. ولدي كبير جاب خطره في الباك من الاول، بصح هذا كنت باخذ خايفه، كنت خايفه منه، شغل ما يحبش يقرا، شحال كونستيب ما يحبش يقرا. صافي عام كامل فيه تعب. عام كامل وحنا نجرو، عام كامل وحنا شغل حنا قرينا معاهم، انا قريت معاه ولا غير قريت معاه، ننشد له ونعاونه باللي كانت ولي كور بيان سور. يعني واش تقولي للناس اللي ما جابتش؟ للناس اللي ما جابتش جامي تيأس، انا راني هنايا قدامكم، ما جبتش الباك تاعي الخطره الاولى، مي كيعاودتو الحمد لله. دوك راني في مركز الحمد لله، نحمد ربي ونشكرو عليه، وجبتو بوغ لا دوزيام فوا. يسمى صافي غير صافي غير ندير تجيبيش الباك هذا وتجيبيه العام الجاي ولا نورمال عادي عاد. يو 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 يا رايان مبروك عليك ويا رايان. اسمع اسمع ادب فلسفه احسن فيها. ها والله كنتنا فيها الحمد لله يا ربي، تعبنا قرينا مي الله غالب وش حدين. كيفاش شعرك؟ هاني فرحان بزاف الحمد لله. دك خلاص صيفيني ادريس يما قريب حشيت انا خلاص بسم الله الحمد لله يا ربي، ونهدي النجاح لإما وبابا اللي تعبوا معايا والحمد لله يا رب. السلام عليكم. انا فرحانه بزاف كي جابت اختي الباك، وكنت على بالي بلي حتجيب الباك خاطر شفتها تقرا كانت صار حتى الخمسه. ونقول مبروك كاع تلاميذ الجزائر وكاع الولايات وصحه وباي باي. الحمد لله جبنا الباك، فرحنا الدار وفرحنا العائله وكاع الناس اللي يحبونا، وندي الحاجه حتى هي هذا الدار تاعنا، هذه حاجه الاولى للعائله وشيوخهم من بعد، واللي ما جابوا ان شاء الله العام الجاي يجيبوا فيها خير ان شاء الله. يعني واش توصف لنا هذه الفرحه؟ يعني والله الحمد لله، يعني فرحه، يعني الجهد كاع تاع والديه كاع يديك، يعني تعبتي معاه. بزاف، انا راني معلمه والله الحمد لله، يعني فرحني ربي ان شاء الله يكملوا المسيره تاعو ان شاء الله كيما يتمنى ان شاء الله يا رب العالمين. ونشكر كل الاساتذه تاعو وصحاب الاساتذه ولي كور، يعني بارك الله فيهم كاع كيما راهو، وربي فرح كل مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله تعيشي. كما كنتم تشاهدون كانت هذه أجواء فرحة البكالوريا لهذا العام 2024، نتمنى كل التوفيق ونجاح للتلاميذ.